أطلقت الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرنية اللاتين في الأردن شعرها السنوي بقداس احتفالي. ترأس الصلاة فيه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بمعاونة الأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي للهيئة، وذلك في كنيسة العذراء الناصرية في الصوفية بعمان. المزيد في هذا التقرير. احتفلت الهيئة العامة لكشافة ومرشدات البطريركية اللاتينية في الأردن بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران لاتيني في الأردن بمناسبة تعيين الهيئة العامة الجديدة للكشافة في الأردن في كنيسة العذراء الناصرية للاتين الصويفية. يجدد أعضاء الهيئة الجديدة الوعد، وعد الكشفي، نصلي من أجلهم كي يكونوا نموذج وقدوة لكم جميعا. نندم الآن على خطايانا فتكون صلاتنا مقبولة. شارك في القداس عدد من كهنة وشمامسة البطريركية، وحضره مجموعة من الراهبات وأعضاء الفرق الكشفية من الكنائس الشقيقة وجمع من المؤمنين. وفي عظة القداس تحدث سيادة المطران الشوملي عن أهمية عمل الكشافة في الكنيسة، والتي تقدم من خلال شبابها الخدمة المتواصلة للكنيسة في الاحتفالات الرسمية والدينية وغيرها العديد، حيث وصف سيادته بأن شباب الكنيسة هم كالنسور في قوتهم وصلابتهم وسعيهم الدائم لعمل المحبة. النسر يطير بسرعة وبعلو لسبب بسيط، إنه وزنه خفيف. النسر مظبوط يبين كبير وجناحيه بيمتدوا لمترين على الأقل، لكن وزنه خفيف، عظمه جوا فاضي، وهذا يسمح له بالتحليق. يقال إنه وزنه 6 كيلوغرام في أكثر الظروف، وهذا ووزنه يأتي خصوصا من الريش، ريشه يوزن، والريش يساعده في التحليق وفي الطيران. ويقال بأن النسر يطير بدون جهد. النسر يترفع عن الصغائر، أنتم أيضا ترفعوا عن صغائر الأمور، ترفعوا عن صغائر الأمور، هذا أول تطبيق. ترفعوا عن الخطيئة، الخطيئة تجذبكم إلى أسفل، بالعكس تحرروا من كل قيد، من كل خطيئة، من كل إثم، أنتم ترتفعون وتنظرون إلى الأمور بعيني الله. فإذا كل يوم أنا بتذكر لمدة شهر 10 إنجازات، 10 نقاط إيجابية، 10 نعم حصلت عليها من ربنا، بعد شهر بصير تفكيري إيجابي، شخصيتي بتتغير، بصير أنظر للأمور بشكل مختلف وليس بشكل سلبي. منبارك لإخوتنا اللي اليوم بتحملوا بشكل رسمي مسؤوليتهم ويعيدون بالوعد الكشفي، ونتمنى لهم بالفعل أن يكونوا النموذج الصالح لنا جميعا، وكل عام وأنتم بخير. وبعد العظة قدم المرشد العام للكشافة الأب إبراهيم نفاع أعضاء الهيئة العامة الجديدة المنتخبة أمام مذبح الرب لعام 2019 ليمنح سيادة المطران البركة للأعضاء المنتخبين. وأعرب الأب نفاع عن شكره لسيادة المطران الشوملي على تعيينه للأب سليمان حفاوي مساعدا للمرشد العام. يا سيدنا يسوع المسيح، أنت الذي بالرغم من ضعفي وعدم كفاءتي اخترتني قائدا لإخوتي الكشافة، اجعل كلامي وأعمالي تلقطهم في سبيل محبتك، اجعلني قادرا أن أريهم آثار أعمالك المقدسة والإلهية في الطبيعة التي خلقتها، اجعلني قادرا أن أعلمهم ما يجب تعليمهم حتى نكون معك يا إلهي في مخيم الراحة والفرح، حيث نصبنا خيمتك وخيمتنا إلى الأبد. آمين. وفي ختام القداس قدم الأمين العام ركان فخوري كلمة شكر من خلالها سيادة المطران الشوملي والآباء الأجلاء
على دعمهم ومساندتهم للخدمة الكشفية في كنف الكنيسة. نشكر الحضور جميعا ونخص بالذكر الأمانة العامة للشبيبة، شكرا لكم جميعا. باسم أعضاء الهيئة الجدد نشكر أعضاء الهيئة السابقين اللي كانوا معنا السنوات السابقة، وبهاي المناسبة منعلن اليوم بعد التواصل مع أبونا إبراهيم رح يكون عندنا السنة مجموعتين جداد، مجموعة الفحص موجودين معنا كمان اليوم، أهلا وسهلا فيكم، وكمان مجموعة الإسماكية بالكرك بس اليوم مش موجودين معنا، فأهلا وسهلا بالجميع، شكرا لكم. نشكر الله عندنا إحنا الآن 9 مجموعات، إن شاء الله السنة رح يكون في عنا لغاية الآن مجموعتين جداد بهمة سيدنا وبهمة وبركته وبهمة قادة المجموعات والكهنة. نشكر سيدنا ونشكر الكهنة المساعدين ونشكر الكهنة الرعاية اللي عم بدعموا الحركة الكشفية بالأردن، وإن شاء الله بدعمهم بهمتهم معانا رح يكون في عنا مجموعات جديدة. السنة إن شاء الله رح يكون في عنا لغاية الآن مجموعة بالفحيص برعاية أبونا عماد طوال، وأكيد كمان بالإسماكية بالكرك رح يكون في عنا كمان مجموعة مع أبونا المرشد الروحي للهيئة إبراهيم نفاع، وإن شاء الله بهمتهم جميعا ومساعدتهم نقدر ننشر وندير بالنا على الشباب والصبايا المسيحي بكل الأردن، وإن شاء الله نقدر ننشر الرسالة اللي إحنا موجودين عشانها. وعقب الانتهاء من القداس الإلهي التأمت المجموعات الكشفية في قاعة الكنيسة لوضع الخطط للعام الجديد.